رح نروح لفقرتنا الصحية، ورح نحكي اليوم أيضا رغم كل التطور العلمي اللي عم بنمر فيه، لأنه حتى الآن الكشف عن طبعا بعض الأمراض اللي بتصيب الإنسان عن طريق البول ما زال من خلال الفحص والزرع وغيرها من الأدوات اللي بيتم تشخيص المرض فيها. ولهيك اليوم رح نتعرف أكثر ليش حتى الآن لازم يتم هذا الفحص. أكيد سلمى، رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع، ليش لحد الآن بيعتمدوا تحليل اليورناليسيس يلي هو تحليل البول للكشف عن العديد من الأمراض، وشو هي المعايير التشخيصية لهذا التحليل. أكيد رح يجاوبنا على كل هاي الأسئلة الدكتور فؤاد يارد، وهو الاختصاص في التشخيص المخبري. يسعد صباحك. يسعد صباحكم، نهاركم مبارك يا رب. يسعد صباحك دكتور. بداية خلينا يعني بنعرف الناس كلياتها وقت بتحس بأي أعراض بسيطة بيقولوا لهم أول شيء عملوا لنا فحص بول، ليه؟ يسعد النهار صباحكم مرة تانية، شكرا على الاستضافة. إن شاء الله بنهاية هاللقاء نقدر نطلع بالمعلومات اللي ممكن تساعد الناس. بداية إذا نحن نحكي الطب المخبري بلش بفحص البول، يعني نحن إذا بنرجع للمخطوطات القديمة والكتب القديمة كلها بلش أساس الطب المخبري بفحص البول، وكانوا ياخذوا منه كذا معلومه، من اللون والعكاره واللزوجه. واذا نطلع بهالاسماء كان ابو قراط اللي نحن بنسميه ابو الطب هو من اوائل الاشخاص اللي كانوا يشتغلوا بهذا المجال. النقله النوعيه صارت بهذا الفحص بتطور المجهر، وصار نحن اسمه فحص البول والراسه. يعني نحن صرنا مو بس نشوف البول، صرنا نشوف مكوناته. وسنه 1827 دخل فحص البول كفحص روتيني ضمن التحاليل الطبية اللي بتنعمل للمرضى. هلأ نحن عنا صفتين كتير مهمين لفحص البول. أول صفة إنه هو متاح بسهولة وجمع العينة أسهل بكتير من إنك تسحبي دم. اثنين، فحص البول فيه كتير معالم تشخيصية وبيدلنا على كتير أمراض، منها الأمراض مرضى السكري ومشاكل كلوية و و و بتكاليف بسيطة أكثر من غيرها. ولهذا السبب أنه نحن هلأ بال 2023 ولهلأ نحن ما في مريض بيطلع من عن طبيب إلا مو مكتوب له مع التحاليل الدموية فحص بول وراسة. صحيح، صار يعني شيء كتير أساسي للكشف حتى عن الحمل وعن أمراض تانية. خلينا نتعرف على المعايير التشخيصية لهذا التحليل. هلأ نحن دائما بنقول فحص البول وراسة هو مراية الجسم. يعني شو عم بيصير معنا؟ نحن بنكون عم نشوف هذا الشيء من خلال هالفحص. إذا نقسم فحص البول، نحن عندنا ثلاث أقسام فينا نقسم فيها فحص البول: المظهر العياني الفحص الفيزيائي والفحص الكيميائي والفحص المجهري. الفحص الفيزيائي نحن يعني عم نحكي على لون ولزوجة وعكارة. الفحص الكيميائي نحن عم نحكي فعليا على شو عندنا مكونات ضمن هالبول، في سكر، في بروتين، في دم. والفحص المجهري نحن وقت بنشوف عندنا كريات بيضاء، كريات حمراء، خلايا زهارية وهكذا. أكيد. طيب دكتور خلينا نحكي شوي اليوم، هذا الفحص له كمان معايير. اليوم كتير بنسأل هل هو أول، يعني مثل ما بيقولوا أول تبول لما الشخص يفيق هو الأزبط ولا لا، الثاني الثالث، شو هي المعايير لحتى ما تطلع العينة غير صحيحة. كتير أسئلة هي بسيطة ولكن بتأثر على دقة المعلومة اللي رح تطلع من هذا التحليل. تمام. فخلينا نحكي على المواصفات الجيدة لحتى هي العينة تطلع معنا سليمة ونقدر ناخذ منها المؤشرات. تمام. المهمة اللي نحن عم ندور عليها. هلا نحن بالمبدأ بحد ذاته منفضل البول الصباحي بالجمع العينة عن باقي النهار، مو لأنه تختلف بالتكوين، بس ميزة البول الصباحي إنه نحن بعد نوم 6-7 ساعات يكون عندنا شيء اسمه ركودة بولية، فنحن بناخذ المواد مركزة أكثر. يعني نحن الكريات، إذا في كريات بيضاء بالبول بتبين أكثر، كريات حمراء، بلورات، أوكزالات اللي نحن باللغة العامية بنسميها الرمل. الناس تستعمل هذا التعبير إنه أنا عندي رمل بالبول. المواد النانعايرة والقابلة للعيار بالبول هي كلها بتظهر أكثر صباحا بسبب جمع العينة الصباحية. تمام. فلهيك هو بيكون أفضل، يفضل الجمع العينة.
إن كان ذكر أو أنثى نحن دائما بنفضل على الشكل التالي، دائما غسيل بمي وصابون كثير منيح، تنشيف كثير منيح، دائما بنقله للمريض أو المريضة أول رشقة بالتواليت بعدين بالعبوة. بس أي عبوة، العبوة اللي جايبينها من المخبر أو من الصيدلية، مو أي عبوة، لأنه هدول عبوات عقيمة خالية من الجراثيم، خالية من أي شيء، مو نحن أي عبوة بنعبيها. نحن دائما بنفضل نقول للمريض يفضل تجمع لنا عبوتين مشان اذا اضطرينا للزرع يكون عندنا عبوتين جاهزين، يكون عندنا كمان وقت وكل شيء. تمام 100%. خلينا نتعرف دكتور من حضرتك انه اذا في سلبيات ايجابيات كاذبه او سلبيات كاذبه بتكون حتى خلال التحاليل الدمويه، مو بس التحليل يلي عم نحكي عنه، شو هي السلبيات الكاذبه والايجابيات؟ سؤال كثير حلو. مثل اي شيء بأي تحليل في عنا إيجابيات كاذبة وسلبيات كاذبة. للأسف نحن هلأ طالعة موضة عم نواجه شوي مشاكل فيها. كيف تعلم الفرنسية في 3 أيام؟ تعلم تحاليل طبية في 3 أيام. فدائما نصف المتعلم مش مشكلة، غير يعني دائما عنا مشكلة معه. مثلا بيجي مريض بورجيه شي تحليل بيقول له عندك سكر بالبول، انت معناتها مريض سكري. قد يكون في عندنا كذا اشكال لحتى ظهر سكر بالبول. عندك كيتون بالبول، انت مريض سكري مثلا، عندنا كذا اشكال. فكثير ننتبه، بولك عكر، كاتبين لك بولك عكر، نحن ممكن وجبه غنيه بالبروتين تعمل لك بول عكر. عندك رمل بالبول، انت رح يصير عندك حصيات. نحن هذا تعبير عامي، الرمل بالبول، يعني احنا ما نحن وقت الواحد عم يفوت على الحمام ما عم بيطلع رمل. نحن هذا الشيء اسمه اوكزالات الكالسيوم او الاورات. لازم شغله نعرفها كثير مهمه، الجهاز الهضمي مسؤول عن طرح الفضلات، والجهاز البولي والكليه مسؤوله عن طرح نواتج الاستقلاب. من نواتج هالاستقلاب هي هالاوكزالات الكالسيوم او الاورات. اوكزالات كالسيوم، فنجان قهوه الصبح ممكن يعمل لك عينه فيها بين قوسين رمل نحن بنستعمله، او هي الاوكزالات الكالسيوم. وجبه غنيه بالبروتينات ان كان حيوانيه او نباتيه ممكن تعمل لك وجود اورات بالبول، مو معناتها عندي رمل. اخين بنفس البيت من نفس الام والاب عم بياكلوا نفس الاكل ويشربوا نفس الاكل، واحد رح يصير عنده ممكن حصيات، واحد ما يصير حسب عنده، حسب طبيعه الجسم. حسب طبيعه الجسم. فنحن ما فينا نقول يعني بالمحصلة مو وجود الأوكسالات يعني أنا رح يتشكل عندي حصيات، هي أهم شغلة كمان. أكيد. طيب دكتور خلينا نحكي شوي عن الإنتانات البولية، وليش دائما بنسمع بمصطلح مقاومة الصادات؟ هلا نحن وقت نحكي على الإنتانات البولية نعرف شو هي الإنتانات البولية. الإنتانات البولية بالتعريف هي وجود عدد من الكريات البيضاء بالبول أكثر من 3 كريات بيضاء. السؤال، العدد مرتبط بشدة الإنتان؟ يعني مثلا المريض اللي عنده 20 كرية بيضة شدة إنتانه أعلى من المريض اللي عنده 100 كرية بيضة؟ مو دائما هذا الحكي. عفوا، المريض اللي عنده 20 كرية بيضة إنتانه أخف من المريض اللي عنده 100 كرية بيضة بالبول؟ هذا الحكي مو دائما صحيح. ممكن مريض عنده 20 كرية بيضة بالبول وشدة إنتانه أعلى. معناتها نحن دائما بدنا ننتبه لهي النقطة. أوقات الأعراض السريرية هي اللي بتحكم، ولذلك في صلة وصل كثير قوية بين الطبيب المعالج والطبيب المخبري. ما لازم هاي الحلقة نكسرها، ما لازم حدا يتطلع انه انت عندك مثلا عدد كريات بيضاء قليل خلص طنش. لا، هذا الموضوع لازم يكون بالتعاون مع الطبيب السريري. مثل ما قلت لك، اوقات انت عندك 10 كريات بيضاء بس في اعراض، الطبيب السريري عم يشوف في اعراض، عنده حرقة بول وعنده كذا شغلة. مشكلتنا مقاومة الصادات، الاستخدام العشوائي لها. نحن دائما بنقول يفضل زرع البول، عفوا اخذ الصاد الحيوي او الانتيبيوتيك للانتان بولي بعد زرع البول. ناس كثير اوقات عم تاخذ صادات بدون زرع، وللاسف مريض عم تلاقيه جاي من بيته بحياته مداخل على مشفى، تعملي له زرع بول بيطلع عنده مقاومات فظيعه على الصادات، وما عم بيقدر يستجيب غير على الخطوط الأخيرة من الصادات اللي هي وريدية والأدوية كتير قوية. فهذا الشيء هو إشارة لازم تفيقنا إنه نحن قدام مشكلة حقيقية لازم ندير بالنا. اليوم بيقولوا لك إنه يقدر إنه بال 2050 قد يكون معالجة الإنتان أصعب من معالجة الأورام.
بسبب مقاومة الصادات. صحيح. دكتور ليش وقت بنعمل تحليل مثلا زرع البول وبتطلع النتيجة سلبية مع وجود كريات بيض، هون شو السبب؟ هذا الشيء كثير مهم. هي مخبريا نحن بنسميها وجود الكريات البيضاء بالبول مع زرع سلبي اسمها بيلة قيحية عقيمة. للأسف في كثير عالم توقع بهي النقطة، انه بيقولوا لك تحليل غلط. تحليل مو غلط. نحن في عنا كثير اسباب للبيلة القيحية العقيمة او وجود كريات بيضاء بالبول مع نتيجة زرع سلبي. اهمها مريض عم بيتعالج بالصادات وراح عمل جمع العينة للزرع. نحن بالاصولا لازم مريض يوقف صادات 3 لـ5 ايام قبل جمع عينة الزرع. مريض قد يكون عنده سل بولي، ما راح تطلع بالاوساط الزرعية العادية. مريض قد يكون عنده انتان بولي بالفطور، ما ممكن ما تطلع بالاوساط العادية. فنحن مو النتيجة غلط، نحن في شيء اسمه بيلة قيحية عقيمة. تمام؟ طيب. فهي النقطة كثير مهمة، انه دائما ما يصير في اجتهادات بتفسير، خلوا طبيب دائما يفسر النتيجة. طيب دكتور، اوقات كثير بنسمع انه مثل ما حضرتك قلت انه المريض مثلا تعبان، فالدكتور ببلش له بدواء، بيقول له لبين بيطلع مثلا على اخر تحليل كان عامله. تمام. ببلش له بدواء، بيقول له بعدين بنبلش بالدواء الثاني. 100%. بس هذا بياثر بشكل عام على نتيجه التحليل؟ لا، لانه الطبيب وقت هو الطبيب بيكون شاف نتيجه تحليل سابقه. عاده الاطباء وقت بتوصف الدواء هن عندهم فكرة شو جراثيم ممكن تكون تنصاب فيها الجهاز البولي. نحن بنعرف البول عقيم بشكل طبيعي، البول عقيم ما فيه أي جرثومة. فنحن كأطباء بيعرفوا إنه شو الجراثيم اللي ممكن تصيب الجهاز البولي، فهو بيطلع شو نتيجة الزرع السابقة، خصوصي إذا مريض عم تتكرر عنده إنتانات. بيعطوا علاج مبدئي وبيقول له أنا بستنى نتيجة الزرع، لانه اوقات بتكون الحاله السريريه للمريض سيئه او عليه اعراض، هو متضايق ببلش علاج بيستنى نتيجه الزرع. كثير اوقات هو بيكمل له بنفس الدواء، والطبيب هو بيعرف تماما شو بده يشارك ادويه. صحيح. مو عم بيعطي بس صادات بشكل عشوائي، لانه نحن مثل ما بنعرف الصادات هي عيال، كل عيله لها شغل. تمام. كل عيله مشهوره بشيء، فهن كل عيله من هالصادات تشتغل بطريقه معينه، فالطبيب بيقدر يشارك ويعرف شو بده يشارك وكيف ينهض بهالمريض ليرجعه بخير وسلامه. فحتى لو عطاه قبل بوقت هو عرفان كيف عم بيعالج، ما عم بيكون استخدام عشوائي. مو والله انا مرضت اجى حدا قال لي مسك انا بزمناتي وقت صار معي انتان بولي اعطوني هذا الدواء. موضوع اكثر تعقيدا من هيك. اكيد يعني بنشوف كثير اشخاص ممكن يتبعوا هذا الشيء، انه خلص باخذ ادويه من عندي وممكن يمشي الحال. تماما. او في اخذ هذا الدواء ومشي حاله عليه. تماما. اكيد بدنا نعرف من حضرتك دكتور شو هي الطريقه الصحيحه لجمع العينه اثناء التحليل. مثل ما ذكرت لكم، اهم شغله الغسيل بالمي والصابون، لانه في جراثيم عاده هي بتكون موجوده في جراثيم هي اللي بتسبب انتانات البوليه. وجود جراثيم غريبه قد تكون موجوده على الجلد، على الجلد اللي المريض اللي عم يجمع العينه، بتعملنا تلوث للعينه. اوقات بتلاقي وجود جراثيم غير طبيعيه تكون بالبول، مشان هيك نحن كثير بناكد على الغسيل بالمي والصابون والتنشيف. نشف كثير منيح، اول رش قبل التواليت بعدين نجمع العينه. أهم شغلة ما نتأخر بتوصيل العينة عن المخبر، لأنه العينة وقت بيكون صار لها فترة طويلة أكثر من ساعة وساعة ونص أو ساعتين يعطينا نتائج خاطئة. كثير مهم ننتبه على هاي النقطة. صحيح. طيب دكتور، اليوم يعني موضوع التشخيص المخبري موضوع جدا مهم، يمكن مثل ما حضرتك حكيت بالبداية لحتى نقدر نحصل على العلاج لازم يكون عندنا تشخيص دقيق، وعمل الطبيب مرتبط جدا بعمل التشخيص المخبري. عمل الطبيب السريري المعالج مرتبط كثير مع عمل الطبيب المخبري. أكيد. بنسمع كمان عن نوع من أنواع التحليل اللي هو بيعملوه، مو بس تحليل البول، بيقولوا في بولة الدم اللي هو بياخدوها من تحليل الدم، شو المقصود فيها؟ شو المؤشرات اللي بتعطينا اياها؟ بولة الدم هي تختلف عن هو احد تحاليل وظائف الكلية. هو البولة الدموية. تمام. الكرياتينين، البولة الدموية،
هدول لهم دلالات تنعكس اوقات على فحص البول اذا احنا عندنا مريض عنده مشكله كلويه، بس هنن منفصلين عن بعض. يعني انت هذا التحليل لحال قائم بحد ذاته وهذا التحليل قائم تمام بحد ذاته. شو المؤشرات اللي بتعطينا؟ مؤشرات انه نحن اوقات عندنا وقت تكون القيم مضطربه بتدل على قصور كلوي، بتدل على تشفاف، بتدل كثير بولة ارقامها ارتفاعها بتدل على كثير 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 يعني كثير مشعرات. المهم دائما نربط النتائج مع بعضها، مو ناخذ رقم بحد ذاته ونبني عليه. يعني اساس الاختصاص هو ربط الارقام مع بعضها وتفسيرها مع بعضها. تمام؟ اكيد اكيد. خلينا هيك بعض اهم النصائح الاخيره لكل شخص ممكن يكون عنده بعض الامراض الشائعه، بده يساوي تحاليل او بعض المخاوف يلي عم يشكي منها، هيك اهم النصائح ولو سريعة. اهم شغله دائما 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 نبتعد هلا خصوصي بفصل الصيف عن التجفاف. دائما نحاول نشرب مي قد ما بنقدر، لانه كثير مرضى رح يجوا يقولوا لك انه انا حاسس عم فوت على الحمام عم بلاقي لون بول تبعي غامق كثير. هي مشكله تجفاف، لازم نحن كثير بهالفصل الصيف نشرب مي ونعوض سوائل كثير منيح. اي تحليل نعمله يفضل دائما نسال طبيب معالج اذا في ارشادات معينه، او نسال طبيب المخبر تنصحونا نعمل شيء معين. الصيام قبل التحليل او بعد، يعني على حسب نوع التحليل. تمام، يعني هي اهم شغله. شغله كثير مهمه دائما التنسيق مع طبيب معالج، مو العلاج عشوائي للصادات، لانه نحن مثل ما قلت لكم عندنا مشكله كثير كبيره بموضوع الصادات ومقاوماتها. اكيد الطبيب وقت راح يكتب الدواء هو عارفان كيف عم بيوصفه، وما نسمع بس حكي انا يعني نقرا القيمه الطبيعيه ونعطي جواب للعالم. لا، هو علم قائم بحد ذاته، فنسال طبيب المخبر او طبيب معالج، مو بس نشوف رقم. اذا مريض عنده كيتون ايجابي بالبول مو معناته عنده سكري، ممكن يكون متبع حميه صعبه او صيام طويل. ممكن مراه حامل يطلع عندها سكر بالبول مو معناتها هي سكريه. كثير موضوع يعني حساس دقيق وحساس. صحيح. يعني مثل ما حكيت دكتور فؤاد، لازم دائما ننتبه على كل التحاليل وطبعا نعمل الاجراءات المناسبه. بدنا نتشكر وجودك معنا، شكرا كثير. شكرا لاستضافتكم. اكيد شكرا. نهاركم مبارك يا رب. اهلا وسهلا.